أن الله جل وعلا إذا أمهل الإنسان وطال إمهاله فقد قرب أخذه. إذا طال إمهال العبد، إذا رأيت الله لا زال يعطيك وأنت تدبر، لا زال يعطيك وأنت تعرض، لا زال يعطيك فتستعين بعطيته على معصيته، فاحذر، إنما هو الاستدراج وليس الحب. فإن البعض قد يختلط عليه الأمر، الله يحبني والدليل أنا لا أصلي إلا بلا جماعة وبلا روح ولا زال المال في يدي. يا أخي، أرى بعض الطائعين الصالحين المتقين الركع السجد تقطع أبدانهم وسكر وضغط ويموت أبناؤهم ويقل أرزاقهم، وأنا والله يا شيخ ما فيني إلا العافية، ونعمة الله علي تتضاعف، وكل يوم مركب وكل يوم مسكن وكل يوم في نعمة وكل يوم. احذر أن يستدرجك الله، استدراج الله لك إمهال. والبعض منا مسكين يتكئ على جانب الرحمة وينسى الخوف وينسى العذاب، ثم عياذا بالله يبطش به. وكم من مسلم كان يسير، كان عند أمل يعيش 100 سنة قادمة، أين هو؟ شاف الجوال، فلما رفع رأسه إذا تريلا أمامه وانتهت حياته. أما سمعتم عن أخبار من ينام ولا يستيقظ؟ أما رأيتموهم؟ أما سمعتم عن أخبار الجلطات؟ جلطات للشباب؟ إي والله، بعض أطباء القلب يقول والله إن نسبة الشباب الذين تأتيهم الجلطات هذه، خاصة لمن كان مدخنا أو غيره، إن هذه، أو الذين تأتيه نوبات غضب سريعة كثيرة وضغط نفسي شديد، إنه في 30 تأتيهم جلطات ويسلم البعض والبعض لا يسلم، لا يعود. ليس هذا من التخويف، هذا من إيقاظ القلوب التي ألفت النعم، وإلى الآن ما ابتدأت بعضنا في مشروع لحياة قلبه، إلى الآن لا زال يقول غدا، ولا زال يتكئ على رحمة الله وعلى حلمه، ولك حق في ذلك، لكن توازن يا عبد الله. ومما يفتح إليك الأمل ذنوب السنين هذه، الله لا يغفرها ولو تبت، ولو تبت لا يغفرها، لأنه أكرم من أن يغفر فقط، يغفرها ويبدلها حسنات، كريم.